السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم من الوصفات المجربة والناجحة بمكونات بسيطة جدا للتخلص من مشكل الشيب، وخاصة الشيب المبكر. بالنسبة للشيب، يعني ليس بالضرورة أنه الشخص الذي يعاني من هذا المشكل أنه يكون كبير في السن، بالعكس هناك خاصة النساء من هن صغيرات في السن ويعانينا من هذا المشكل. والسبب الرئيسي لظهور الشيب في سن مبكرة هو استعمال الصبغات الكيماوية، يعني نحاول أننا نتجنب استعمال هذه الصبغات حتى لا نقع في هذا المشكل. بالنسبة للوصفات الخاصة بالشيب، يعني دائما أكرر وأنصح، يعني النتيجة أكيد لن تظهر من أول استعمال، ضروري جدا المداومة على الوصفات على الأقل لمدة شهر، وبعدها نحكم على الوصفة ونقول أنها ناجحة أو غير ناجحة. بالنسبة لمكونات هذه الوصفة، بسيطة جدا، المكون الرئيسي فيها هو معجون الأسنان. أكيد سوف تستغربون من هذا المكون، ولكن سوف نأخذ منه كمية قليلة جدا، وأثبتت يعني التجارب أنه يعالج ويقضي هذا المشكل إن شاء الله نهائيا ويحد من ظهور الشيب. قبل ما أبدأ في طريقة تحضير وعمل هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يدعموني ويشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة للوصفة، سنحتاج فيها إلى أول شيء إلى القهوة سريعة الذوبان، نحتاج أيضا إلى فيتامين أ، ونحتاج إلى معجون الأسنان، ونحتاج إلى مكون آخر وهو جل الصبار. بالنسبة لجل الصبار، إذا كان متوفر عندنا الطبيعي من الأحسن أننا نستعمل الطبيعي، وإذا لم يتوفر ممكن نستعمل نوعية تكون جيدة حتى نضمن نجاح الوصفة. بالنسبة لكمية المقادير أو المكونات، نضاعف ونزود على حسب احتياجنا للوصفة، يعني إذا كان أكيد تختلف نسبة الشيب من شخص إلى آخر. أنا نعطيك المقادير لكمية بسيطة وأنتم تضاعفون على حسب احتياجكم. بالنسبة لملعقتين من جل الصبار، نضيف لها مقدار ملعقة من القهوة سريعة الذوبان أو نسكافيه، نحتاج تقريبا نكيل بنفس الملعقة الصغيرة، نحتاج تقريبا ملعقة بهذا الشكل، ونضيف كبسولتين من فيتامين أ، كبسولتين صغيرتين من فيتامين أ إذا كان الحجم صغير، أما إذا كان حجمها من نوعية الكبيرة الحجم نحتاج إلى كبسولة واحدة فقط. مع العصير الكبسولة الأولى، ونخلط المكونات مع بعض حتى تذوب القهوة بالكامل بهذا الشكل، ثم نضيف تقريبا ربع ملعقة صغيرة أو كمية قليلة جدا من معجون الأسنان بهذا الشكل، ونخلط كل المكونات مع بعض حتى تتجانس بالكامل. بالنسبة لطريقة الاستعمال، سهلة وبسيطة جدا على الشعر، ليس بالضرورة يكون نظيف أو ليس بالضرورة يكون مغسول. نقوم بتوزيع هذا الخليط على أماكن تواجد الشيب،
بالنسبة للناس الذين أخوات اللي عاملة لي ماش للشعر، ممكن هذه الوصفة تغير من لون الشعر مع الاستعمال المتكرر، سوف يصبح لون الشعر بني. نترك هذا الخليط على الأقل ساعة على الشعر، ثم نقوم بغسله عادي، يعني أنصح باستعمالها قبل غسل الشعر. نكرر هذه الوصفة من 3 مرات إلى مرتين بالأسبوع، ونداوم عليها على الأقل مدة شهر، وسنلاحظ النتيجة إن شاء الله. سوف نتخلص من هذا المشكل ويختفي الشيب نهائيا. هذه هي الوصفة، وصفة سهلة وبسيطة جدا، أتمنى أنكم تجربوها وتنجح معكم. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم من الوصفات المجربة والناجحة بمكونات بسيطة جدا للتخلص من مشكل الشيب، وخاصة الشيب المبكر. بالنسبة للشيب، يعني ليس بالضرورة أنه الشخص الذي يعاني من هذا المشكل أنه يكون كبير في السن، بالعكس هناك خاصة النساء من هن صغيرات في السن ويعانينا من هذا المشكل. والسبب الرئيسي لظهور الشيب في سن مبكرة هو استعمال الصبغات الكيماوية، يعني نحاول أننا نتجنب استعمال هذه الصبغات حتى لا نقع في هذا المشكل. بالنسبة للوصفات الخاصة بالشيب، يعني دائما أكرر وأنصح، يعني النتيجة أكيد لن تظهر من أول استعمال، ضروري جدا المداومة على الوصفات على الأقل لمدة شهر، وبعدها نحكم على الوصفة ونقول أنها ناجحة أو غير ناجحة. بالنسبة لمكونات هذه الوصفة، بسيطة جدا، المكون الرئيسي فيها هو معجون الأسنان. أكيد سوف تستغربون من هذا المكون، ولكن سوف نأخذ منه كمية قليلة جدا، وأثبتت يعني التجارب أنه يعالج ويقضي هذا المشكل إن شاء الله نهائيا، ويحد من ظهور الشيب. قبل ما أبدأ في طريقة تحضير وعمل هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يدعموني ويشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة للوصفة، سنحتاج فيها إلى أول شيء إلى القهوة سريعة الذوبان، نحتاج أيضا إلى فيتامين أ، ونحتاج إلى معجون الأسنان، ونحتاج إلى مكون آخر وهو جل الصبار. بالنسبة لجل الصبار، إذا كان متوفر عندنا الطبيعي، من الأحسن أننا نستعمل الطبيعي، وإذا لم يتوفر ممكن نستعمل نوعية تكون جيدة حتى نضمن نجاح الوصفة. بالنسبة لكمية المقادير أو المكونات، نضاعف ونزود على حسب احتياجنا للوصفة، يعني إذا كان أكيد تختلف نسبة الشيب من شخص إلى آخر. أنا نعطيك المقادير لكمية بسيطة وأنتم تضاعفون على حسب احتياجكم. بالنسبة لملعقتين من جل الصبار، نضيف لها مقدار ملعقة من القهوة سريعة الذوبان أو نسكافيه، نحتاج تقريبا نكيل بنفس الملعقة الصغيرة، نحتاج تقريبا ملعقة بهذا الشكل، ونضيف كبسولتين من فيتامين أ، كبسولتين صغيرتين من فيتامين أ إذا كان الحجم صغير، أما إذا كان حجمها من نوعية الكبيرة الحجم نحتاج إلى كبسولة واحدة فقط. مع العصير كبسولة الأولى، ونخلط المكونات مع بعض حتى تذوب
القهوة بالكامل هذا الشكل، ثم نضيف تقريبا ربع ملعقة صغيرة أو كمية قليلة جدا من معجون الأسنان هذا الشكل، ونخلط كل المكونات مع بعض حتى تتجانس بالكامل. بالنسبة لطريقة الاستعمال سهلة وبسيطة جدا على الشعر، ليس بالضرورة يكون نظيف أو ليس بالضرورة يكون مغسول. نقوم بتوزيع هذا الخليط على أماكن تواجد الشيب. بالنسبة للناس الذين أخوات اللي عاملة ليماش للشعر، ممكن هذه الوصفة تغير من لون الشعر مع الاستعمال المتكرر، سوف يصبح لون الشعر بني. نترك هذا الخليط على الأقل ساعة على الشعر، ثم نقوم بغسله عادي، يعني أنصح باستعمالها قبل غسل الشعر. نكرر هذه الوصفة من 3 مرات إلى 2 مرات بالأسبوع، ونداوم عليها على الأقل مدة شهر، وسنلاحظ النتيجة إن شاء الله. سوف نتخلص من هذا المشكل ويختفي الشيب نهائيا. هذه هي الوصفة، وصفة سهلة وبسيطة جدا، أتمنى أنكم تجربوها وتنجح معكم. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.